الآن إلى فيلنيوس بريتوانيا، وهذا المؤتمر الصحفي للأمين العام لحلف الناتو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. نسبة مرتفعة جدا وهي جزء من التزامات الدول الأعضاء. شكرا جزيلا حضرة الرئيس، سعيد لوجودي هنا. أود أن أقول أنه أمر غير مفاجئ، وهذه لحظة أساسية ومهمة جدا في مسألة حلف الشمال الأطلسي. نحن لا يعلم أحد بالوضع كما تعلم حضرتك بهذا الوضع، وبالفعل بعد انضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي والسويد أيضا، الآن قيادتك مهمة جدا في هذا الحلف، وهي التي تركز على مستقبل انضمام الدول إلى حلف الشمال الأطلسي، لا سيما السويد. أنا أود أيضا أو أعتقد أن الرئيس بوتين يعتقد أنه بإمكانه أن يساهم في انهيار الناتو، ولكننا لا نفعل هذا الأمر، وشكرا جزيلا.